السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم أقدم لكم طريقة صناعة كاشف الذهب أو ملتا دايركتور المسمى بكاشف المعادن. الأجهزة اللي نستخدمها بصناعته أي مسجل عندكم قديم، مسجل أو راديو. بالنسبة لها الخريطة هي خريطة دي في دي قديم، سي دي دي في دي، وفتحتها من عدة. فشلت هاي الفيش اللي موجودة البي كلها، رفعتها شمرتها ذبيتها ما احتاجها، بقيت بس على فيش اثنين اللي هي فيشة الصوت، هاي المقابس مالات الصوت اثنين ستيريو الموجودات بي اللي راح نربط عليه المهمات بهاي الطبلة كلها. هو الفيشة مالت المايك، هاي الجراوند مايك 1 ومايك 2، ذن الاثنين هنا عبارة عن فيشة وايرات واحدة، المايك 1 والمايك 2 هي نفس الخط، نفس الخط مطبوقات هنا مدموجات بالخريطة. فذن إذا ركبت عليه راح أطبق الاثنين يصير الخط واحد مال المايك، والجراوند اللي هو السالب أو الإيرث مال الطبلة. طريقة تركيب الكهرباء، المدخل مال الكهرباء، دائما أي خريطة أي طبلة راح تفتحها أنت راح دائما توقع على المكثفات اللي موجودات به، ثلاث مكثفات الكبار كلش. المكثفة الكبيرة اللي هي أكثر سعة هي راح تربط عليها الكهرباء، مثل ما نشوف بدايتها بصف الدايودات، تصير دائما بصف الدايودات ثاني. فاللي ربطته ربطت هنا على هاي المكثفة ذني الخطين، هنا راح يصير التغذية مالات الطبلة. عندنا هذا المجهز مال القدرة اللي فهمتكم عليه وموجود بالقلاش، شلون تسوونه مال اللابتوب، هي بطارية مال اللابتوب. ايضا نركب عليها الحار والبارد حتى نفحص الطبلة انها تشتغل لو ما تشتغل. وهذا مصباح تنعرف اذا اشتغلت لو لا، تشغلها بس شكل. احنا جهزناها بالكهرباء الطبلة. بما ان نطيت الطبلة كهرباء هسا اعرفها تشتغل لو لا، افحصها. شلون افحصها؟ الامس الاند جريت ماله مال الصوت هذا اللي عليه تبريد، الامسه بيدي طلع صوت، يعني موجودة الكهرباء وشغالة. فركب المقبس مال المايك، هذا المقبس مال المايك على المكان مال اللي موجود هنا. بعد ما ركبت الوايرات، الواحد من وايرات المايك مو السالب، الثاني هنا اثنين المسلنا بيدي ولامس الاند جريت راح يطلع صوت مرة ثانية، يعني صحيح هذا واير المايك. الطبلات اللي تشتغل تصير كاشف ذهب او كاشف معادن، اي مسجل موجود، مسجل وخاصة السانو الياباني، هو يعني يعطيك اكثر كفاءة واكثر طاقة تشغيل وبمدى اكثر. فهذا مال سي دي دي في دي ايضا يصير، وبناء على الطلبات الموجوده بالفيديو القديم يريدون توضيح اكثر لصناعته، فراح نوضح ان شاء الله. بس ابقوا وياي وركزوا على الطريقه. هسه ما بي اي شيء صعب، هسه لحد الان افتهمناه. المخارج مالات الطبله اللي هي سماعتين موجودات، واحده منهن راح نشيل من واحده من السماعات مالات الاستيريو، اي واحده نشيل هاي السماعه مالت الصوت، هاي راح نلغيها بهالشكل هذا ما نحتاجه. اللي بقى عندنا هسه مداخل المايك والسماعات، لان اثنين خوش، وهاي السماعة اللي راح تعطينا الصوت. سماعة الصوت راح نضيف عليها فتشي، راح نخلي عليها لد حتى نشوف اكو اشارة موجودة والصوت ولا، يعني الاشارة مو بصوتي راح تصير ايضا نقدر نشوفه. لد هذا عادي،
بعد ما ربطنا الليدات فوق السماعة نرجع الشغلة اللي هو الأسلاك الاثنين الخارجات البورتات مال المايك والسماعة. شلون نفحص الليد هذا والسماعة قاعدة تشتغلن على الموجة؟ راح نجيس بيدنا المدخل مال المايك ويا السماعة راح تشتغل عندنا الليدات. لحد الآن هسه الطريقة عندنا صحيحة ما بيها أي مشكلة. الشيء الثاني والأهم هو الملف مال الملتا دايركتور اللي هي كاشف المعادن، عبارة عن ملفين لأن الملفات كل ملف بين يحتوي على 105 لفة. الطريقة مال تربط هذا الملف تلف أنت على أي شيء تريد تحتاجه، شيء أسطوانة تلف عليه تلف 105 لفة، وهاي هم أيضا 105 لفة، خلي الوحدة فوق الثانية بهالشكل هذا، وتاخذ الاتجاه اللي جاي منه من هاي الجهة تربطه ويا هذا الاتجاه ويا اللفة الثانية، هاي لفة ثانية تربط الجاي من هاي الجهة ويا المكمل من هاي الجهة بهذا الشكل. اللي صار عندنا هسه هو ثلاث أسلاك المشترك والداخل من البكرة الفوق وهذا الأخير اللي هو الخارج، ثلاث أسلاك عندنا موجودات. بعد ما كملنا ثلاث أسلاك اللفات شو راح نسويهن؟ هاي اللفة من النص من المنتصف مالها تكسرها بهذا الشكل، هيك بهذا الشكل منها حتى تحصل على نصف دائرة بهذا الشكل. صار عندك نصف دائرة. الجهة الثانية نفس الحالة أيضا تكسرها بهذا الشكل حتى تحصل على نص دائرة. هسه نص دائرة النوب نقلبه بهذا الشكل هيك. ها هي الدائرة مالت الفيض المغناطيسي اللي موجودة. راح يصير عندنا ملف يرسل المجال المغناطيسي وملف راح يستقبل الموجة مالت المجال المغناطيسي اللي يرسل من الطبلة. فالمكان الريتد راح يكون هذا اللي راح تسيطر بيه على الموجة، كبر الزغر بيها هذا مكان الريتد، والفيض المغناطيسي الدائرة هاي كلها. الثلاث أسلاك ذنياهن ما اختلف بهن أي شيء، مجرد أن احنا وضعنا شيء فوق شيء وراح نخليهن بقالب خشب لين حتى يثبتن بيه. هذا هو القالب مثل ما تشوفون، لفينا الأسلاك غلفناهن ووضعناهن بهذا القالب الخشب. الثلاث أسلاك طالعات من عدة ذني، المشترك وجهة منه وجهة منه. هسه راح نوصله بالطبلة اللي سويناها من الساعة ونشوف شغلنا شلون راح يصير. هاي السماعة الوحدة وهاي الطبلة مالتنا، هذا واير المايك راح نربطه على الملفات البارد اللي هو السالب مال المايك يربط على المنتصف المشترك مال الملفات اثنين اللي سويناه اللي دمجناه، والحار مال المايك بورت مالي ربط على اي جهة من الجهات هني. بقى عندنا جهة من جهة الملفات مالات الكويلات ذني، وين راح يربط؟ راح يربط على واحد من السماعات ذني، السماعات مو البارد مال السماعة وانما الحار المخرج مال السماعة الحار اللي مكتوب على السماعة عليه زائد، تلقونه دائما على السماعة مكتوب زائد اللي هو هذا الحار. شغل راح يطلع صوت، هذا الصوت مثل ما تسمعون. هسه لحد الان الكويلات قاعد ياثر واحد على الثاني يشتغلون ما بين شيء. راح نعير الكويلات يعني طريقه التباعد بين الملفات. خلي ورقه
يعني إذا نحرك الملف بهذا الشكل هسه شوفون اكو مكان راح يطفن بيه الليدات، المكان اللي يطفن بيه الليدات وهذا يثبت عليه الملف. هسه تعيرا يعني التباعد مال الملفات صار عندك هذا مجال مال ريتد اللي بداخل الملفات اثنين هسه هنا متراكبات واحد فوق الثاني. يعني اذا نشوف اذا نقارن من يمن اي شيء راح يشتغل. يعني المسافة هسه تقريبا هاي بالأربعين سنتيم، 40 سنتيم بين الحديدة والكويلات. يعني فد شيء سهل وبسيط صناعته، وحتى إذا ما اشتغلت عندك هاي الفكرة بدل الطبلة مالتك، بدلها بأي مسجل نوعية زينة إذا ياباني ثاني أو غيره راح يكون أحسن من هذا لأنها صناعة صينية وتقليد قديمة. الكويلات هاي هالكويلات دنيال خلينا هنا طريقة ربطهم تكون بهذا الشكل، هاي حمالتهم دنيال أسلاك إلهن اثنين. أي سؤال عندكم بالتعليقات وأنا خادم تدلون أجاوبكم عليه ما بأي صعوبة. طريقة البار سبلي هذا مجهز الطاقة اللي هي البطاريات، أي دمج يصير بالطبلة راح يطفو هذا وحده، ما راح يسبب عندك أي مشكلة. طريقة شرحها موجودة بالقناة، وإذا تحبون خلي لكم الرابط بالوصف بصندوق الوصف، وإن شاء الله ماكو شيء صعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.